ودي اللي بيسموها الليزر جايدد بامب. يعني ايه ليزر جايدد؟ تيجي تبص عليها قدام كده قوي هنا كده هنا، هتلاقي انها بتحس، بتقدر تشوف البقعه بتاعت الليزر. فلازم يكون واحد واقف على الارض ومعاه ليزر ويعلم لها على الايه، يعلم لها على الهدف، وتروح هي تقعد تدور عليه وتضربه. دي تكنولوجيا قديمه يعني، الكلام ده في الاول كانوا لسه ما تقدموش. دي بيسموها قنبله ليزر موجهه. لازم تحتاج واحد على الارض واقف ومعاه ليزر. لما تشوف الافلام بتاع زمان كانوا واحد على الارض جاسوس يعني ومعاه ليزر ويعلم لها على الهدف، تقوم جايه ضربها.